طبعا المخالفات المرورية عند بعض سائقي المركبات، ودائما ما نتكلم عن المخالفات المرورية ونراعي الحالة الإنسانية، لكن هناك بعض المخالفات اللي تتطلب انه نلتزم ونطبق القانون. وإحدى المخالفات المرورية السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شنو مخالفتك؟ طاول هنا ويا الرصيف. صوتك علي صوتك. ويا الرصيف طاول. ويا الرصيف طابق. بعدش عندك مخالفة؟ ما تعرف؟ سيدي شنو مخالفتك؟ واقف بالكيرث. نعم. هو بيه ممنوع الوقوف. نعم. معرقل حركة السيارة والمرور، لأن يعني المسار الأيمن أصلا مفتوح. احنا ليش خالين هاي الكابوسة؟ لا 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 ما خالي. سيدي طلعت خالي كيرث. عمود هذا خالي حتى أصلا لا حد يطبق. كل ثانيا هاي الفلاشات شنو اللي ورا؟ والله سيدي على مو شو اسمه. سيدي شنو المخالفة؟ عنده مخالفتين. نعم. عنده مخالفة الوقوف الممنوع واقف بالكيرف. نعم. وعنده مخالفة تعليمات المرور اللي خال مرسخات زينة وفلاشات. أنت كسائق. لا راح أشيله. والله على مود التنبيه. كسائق مركبة نقل عام. أكو أشخاص برقبتك. أنت على باب الله. وإحنا نساعدك، لكن بنفس الوقت المفروض أنت تلتزم بالقانون. صح لو أنا غلطانة؟ نصيحتك إلى نفسك وإلى سائقي المركبات المخالفين. يعني شلون يلتزمون بالقانون؟ يلتزمون. هسه وانت تلتزم بالقانون؟ أنا ملتزم. أنا هسه لما ملتزم ما أرتدي الحزام الأمان وكل شيء التزم. سيدي تعليقك. هسه هو ما أعرف. منفذ حزام الأمان ومرتديه وملتمس للقانون. بس وقفت وقوف ممنوع. نفس الوقت عندك هاي الفلاشات. تدري هاي الفلاشات الخلفية اللي موجودة؟ تدري تأثر على الساق اللي خلفك؟ تدري لو ما تدري؟ يلا زيل لنا المخالفة. سيدي في دائما ما نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو الفلاشات هذه اللي تكون إضاءتها عالية وتسبب احنا نقول عامة مؤقت لإخوانهم سائقي المركبات الآخرين. صحيح. تعليقك على هذا الموضوع أثناء تواجدك الميداني، وشنو الغرامة التي يغرم عليها وفق القانون؟ وفق القانون هاي مرسقات زينة. نعم. أولا تأثر على الساق. نعم. اللي خلف المركبة. نعم. اثنين أكثر المركبات اللي يستخدمون هاي سيارات الأجرة من. نعم. حيث الصالون اللي الصفرة واللي والكيات الباصات. نعم. فهو طالع على باب الله يسترزق. صحيح. ماكو داعي يخلي هاي الأمور. نعم. اللي يخلينا نفرض عليه الغرامة ونزيل المخالفة. نعم. هسه هذا أخونا اعترف بذنبه. نعم. قال أنا غلطان. نعم. راح يزيل المخالفة. نعم. نفرض عليه الغرامة ونخليه باشر.